أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين أولت تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية خاصة في برامجها الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك قد ساهم في تحقيق تقدم كبير في العديد من القطاعات ذات الصلة، وهو ما تم تضمينه في التقرير الطوعي الوطني الطوعي الثاني الذي تم إعداده لتسليط الضوء على أبرز ما تحقق في خطة تنفيذ الأهداف الإنمائية. جاء ذلك لدى مشاركة وزير الإسكان في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال عن بعد، والذي يناقش موضوع التحضر المستدام وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقرر انعقاده الخميس المقبل بمقر الأمم المتحدة، حيث سيتم رفع نتائج وتوصيات الدول التي تقدمت بتقاريرها الطوعية حول أبرز مستجدات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. وخلال كلمته استعرض وزير الإسكان أبرز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة والتزامهم المتبادل بأولويات التنمية في البحرين. كما أشار الوزير في كلمته إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال فترة إدارة سموه إجراءات مكافحة فيروس كورونا جعلت تجربة مملكة البحرين في التعامل مع الجائحة تتسم بالتفرد والمرونة. وأشار المهندس الحمر إلى أن حكومة مملكة البحرين حققت مكتسبات عديدة في قطاعات السكن الاجتماعي والتوسع في مشاريع البنية التحتية، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في الفضاءات العامة والاهتمام بالمساحات الخضراء. وأكد المهندس باسم الحمر أن مملكة البحرين تقدر التعاون والدعم من قبل الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية لجهودها في إدارة التنمية الحضرية، منوها إلى أن تلك الشراكة سيعود النفع منها على جميع الأطراف، والمستفيد الأول منها هم المواطنين. من أبرز ما تكلمنا فيه أشرنا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر خلال فترة إدارة سموه لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتخصيص ميزانية قدرها 4.5 مليار دينار بحريني في الواقع اللي ساهمت في إرساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وهذه الإدارة بحد ذاتها جعلت البحرين تجربة خاصة في التعامل مع الجائحة، تتسم بالمرونة والتفرد، الأمر اللي ينعكس على مواصلة خطط تنفيذ الأهداف التنمية المستدامة. أيضا أشارنا إلى الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين في المحور البيئي والاعتماد على الطاقة النظيفة، وأكدنا على أن تتجه البحرين نحو زيادة استخدام الطاقة النظيفة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات اللي في الأخير إن شاء الله ستؤول إلى ترشيد استخدام الطاقة، وهذه توجه يتماشى مع التوجه الدولي أو الأممي.